الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها المؤمنون عباد الله نعيش في هذه الأيام عشرا مباركة أقسم الله بها في كتابه قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال ابن عباس رضي الله عنه إن ليالي العشر التي أقسم الله بها هي ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة قال رضي الله عنه أيضا الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة عشر هي أحب الأيام عند الله تبارك وتعالى قال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل من هذا؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بخاطر نفسه وماله فلم يرجع بشيء أخرجه البخاري وفي هذه الأيام الفاضلة يوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة هو يوم الذي أكمل الله به الملة وأتم علينا به النعمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا أي معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً قال أي آية؟ قال اليوم أكملت عليكم اليوم أكملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو قائم بعرفة يوم جمعة، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وفي هذا اليوم العظيم تتنزل من الله تبارك وتعالى الرحمات، وتكفر فيه عن الذنوب، وتكفر فيه عن المذنبين السيئات. قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أرادوا هؤلاء. أخرجه مسلم. وعن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع: يا بلال، أسكت الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، أي أن الله تبارك وتعالى تفضل عليكم فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، فادعوا بسم الله، فادفعوا بسم الله. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. قال الحافظ رجب بن حنبل رحمه الله تعالى: يوم عرفة هو يوم العتق من النيران، ويوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة، ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كبيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا البدر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، اجتهدوا في هذه الأيام بالدعاء، فإنه تستجاب الدعوة فيه، وتفرج فيه الكربات، وتمنح فيه الأعطيات. وإن من أعظم ما يدعو به العبد ويلهج به يوم عرفة توحيد الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. My dear brothers and sisters in Islam, we hear today a great day. This is Yawm Arafah. This is the day where Allah subhanahu wa ta'ala completed the deen. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. This is among the 10 days which Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the Quran. Allah swear by al-fajr, wal-fajr wal-layalin ashr wal-shaf'i wal-watr. Ibn Abbas is saying, this days is ayyam ashr dhul-hijjah. But he says, al-shaf'i wal-watr is yawm al-nahr wa yawm arafah. This is the great days even the non-Muslims realized. A man from the community of the Yahud come to Prophet sallallahu alaihi wasallam, come to Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. He say, Ya Amir al-Mu'mineen, the leader of the believers, ayah in your book, if it was revealed to us in Tawrat, we should make that day as Eid. Umar ibn Khattab asked him, which ayah are you talking about? He say, Al-Yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam deena. Then Umar ibn Khattab radiyallahu anhu said, we know that ayah, when it was revealed, where it was revealed. It was a day of Jumu'ah, Yawm Arafah. It revealed to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah is pleased with us, this ni'mah and this deen. And Allah subhanahu wa ta'ala has completed this deen. Al-Yawma akmaltu lakum deenakum. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. We are people. Allah subhanahu wa ta'ala give us something special. And this is the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the why the man is coming to Umar and saying, Ya Umar, if it was revealed to us, we should make it a Eid. Ayyuha al-ikhwa, and remember, Umar is the person that says, we are people. Allah subhanahu wa ta'ala give us honor and the sharaf bihada deen. And if we look for the sharaf and the dignity, other places will not get. عزتنا في ديننا وكرامتنا وشرفنا في ديننا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. My dear brothers and sisters, this deen of Islam, if you want good life here and hereafter, اتبع قول الله تبارك وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. If you want good life here and hereafter, act upon what Allah subhanahu wa ta'ala says you to do. And what is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam command you to do. This is where you get al-izzah and the good life. We all hoping to have a good life here and hereafter. And this is our deen. قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. Kitab Allah wa sunnati. Prophet said, I leave behind two things. If you stick to them, you will not get lost. They are the Kitab Allah tabaraka wa ta'ala and sunnata nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. This completed deed is solution for any problems in our life. All the problems we have in our life, the solution is in the Kitab Allah tabaraka wa ta'ala. Idha arata al-hukm, fahkum bima anzal Allah. Do you have problem in your family? ارجع إلى كتاب الله. تمسك بحبل الله تبارك وتعالى. Stick to the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Have you having problem with your kid, with your community, with people around you? Go to the كتاب الله تبارك وتعالى. Look the seerah and history of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. When they lived in Mecca, the hardship. When he said to his sahaba, اسبروا, اسبروا. يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. Have a patient, people of Yasir. You will get Jannah. Leave. They lived in hardship. Prophet ﷺ left Mecca, walking to Medina, hiding from Quraysh chasing him. And remember, if you live in a Muslim land and you have good, remember the life of Prophet Muhammad ﷺ and his companions in Medina, the way they lived. Ayyuha al-ikhwa, this deen is completed. From Allah subhanahu wa ta'ala. As Umar mentioned, he said, we know when this ayah was revealed. Yawm al-Jum'ah bi'arafah. It was Arafah day in Yawm al-Jum'ah. Ayyuha al-ikhwa wal-akhawat. Let's find the solution we're looking for in our deen. Do you want wealth? Do you want money? Yeah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Do you want any good things to your life? To your health? استوك الدين الله تبارك وتعالى يمتعكم إلى أجل مسمى. أيها الإخوة والأخوات, we are in this great day, day of Arafah. Allah سبحانه وتعالى asking ملائكة, what do they want people in Arafah, those people? وهو أعلم بهم, and he knows. They say they're coming for you, they're seeking your forgiveness. Allah subhanahu wa ta'ala says, I forgive them. This is the day where Allah subhanahu wa ta'ala for free people from the hellfire. ما من يوم أكثر من أي عتق الله به عبدا من النار من يوم عرفة فسألوا الله تبارك وتعالى أن يعتق رقابكم ورقاب آبائكم وأمهاتكم من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. This is one of the days where we should ask Allah subhanahu wa ta'ala. Prophet ﷺ mentioned in the hadith, خَيْرُ الدُّعَاءُ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةِ. The best of dua is dua'u yawmi arafah. Especially we are in a day of Friday, which is خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسِ. The best of the days. Again, we're in يَوْمِ عَرَفَةِ, the day of Arafah. Again, people are fasting, غَيْرُ الْحُجَّاجِ, for fasting day. This is all coming in this day. So make us dua, as much dua as you. And the best dua is dua of tawheed.
دعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. This is dua Allah subhanahu wa ta'ala gave to Musa alayhi salam. When he asked, oh Allah, give me a special dua, then Allah subhanahu wa ta'ala gave him this dua. Dua yawm arafa, qala alayhi salatu wa salam, there's no dua I did or prophet before me did better than dua la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wa min a'zami al-ayyam. One of the greatest days in this saying is yawm an-nahr. أعظم الأيام عند الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أهل الإسلام عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وفي رواية وذكر الله. Prophet صلى الله عليه وسلم said the day of عرفة and the day of Nahr, Yawm al-Hajj al-Akbar or Yawm al-Eid, is wa ayyamu al-Tashriq, is our Eid as a Muslim. Wa hiya ayyamu aklin, is the days of eating and drinking and remembering of Allah subhanahu wa ta'ala. We are coming to the last few days of the 10 days. We're coming these great days, which is Takbir al-Mutlaq, where we say from beginning of the month, Allahu Akbar, Allahu Akbar, and we will have the takbir, the muqayyad, and we should say that yawm al-eid and 3 days after. Walaalayaal, gabagabadii waxaynu ku jirnaa maalinkii ugu fadliga badnaa maalmaha adduunka, waa maalin jumca ah, waa maalin carafa ah. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diinta uno muxuu ahaa kaamil yeelay. Waxaan rabaa naftayda iyo naftiina inaan ku dadaalno ducada maalin la ducayso, maalinka ugu khayrka badan, waa maalinka ilaahay subxaanahu wa ta'aala addoomadiisa uu naarta ku xoreeyo. إلهي وحنا كبرنا نارت أنجي والدكين إنه نجحوا رأي أبتكينا. أيها الإخوة, إلهي سبحانه وتعالى دين توا ونور ما يستري وحول بق ونرش هذا دين إلهي سبحانه وتعالى آيات كه ليس أدار تعافي ما دين إلهي أصول الله أدار بتمحوها دين المفي عن إلهي دين تسوس النقاء هدا إسقابتان أدي إل كاجا إلهي كتاب كيس إسكو حكومة أصول الله بتا شرعي إلهي سبحانه وتعالى إلهي كامل يالي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مالا دينة إسلام كاهي ولا كرادين حداد وناغي هرمري الدنيا رب دينة إلهي كرادين الدين دباته خبصة ففروا إلى الله إلهي سبحانه وتعالى أصول الله أكثر مال ما هو ناكس محاكمة يوم عرفة مالك إن كجرن أولي مالك معك سوء أدي أو مالك ساعد أدم بيس دعاء لا أجيب أو يوم عرفة دعاء لا أجيبه أنت صفضل يا أيك سوء أررتي. إله سبحانه وتعالى عن كبرينا خير مال ما إله سبحانه وتعالى ونوافجيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات, اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم يسر الحجاج حجهم يا رب العالمين. اللهم ردهم الى اهاليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا ومنهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ايها الاخوه, just brother Ali and his wife are both not feeling well. Remember them in your dua. Allahumma shfihim shifa'an ajalan ya rabbal alameen. And inshallah we will have salat al-eid 8 o'clock and 9 o'clock. Bidhillahi tabarak wa ta'ala. 2 salats will take place in this masjid. Baril laba salat al-eid. Ayyinu tukanduna. First salat will be at 8 o'clock and second salat al-eid in the masjid will be at 9 o'clock. Barakallahu feekum. Inna Allah ya'muru bil-adli wal-ihsani wa ita'i dhil-qurba wa inha'an al-fahshai wal-munkar wal-baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkaroon.